اذا محسن شفناك الله يبارك عليك ديما تتالق في التظاهرات الرياضيه سواء الاقليميه او العربيه حاليا، ما السر في ذلك؟ الحمد لله، هو بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم نشكر كل شخص يضعف نفس الثقة. أنا بمجرد ما يتم تكليفي بمهمة كما هذه، خاصة عندها خصوصية أنها مرتبطة بصورة الوطن، نقدم كل وش نقدر من أجل تشريف الجزائر أولا وتقديم الصورة الحقيقية للجزائر، وبالتالي فلتحيا الجزائر أردن وشعبا